احنا اليوم يعني مواضيع عندنا كثيره، لكن يمكن اهم موضوع هو نتيجه وصول مناشدات كثيره من اهل المدينه ومن مختلف المدن العراقيه حول موضوع المولدات الاهليه وارتفاع اسعار الامبيرات هناك، تذبذب كبير نتيجه طبعا اخفاق وزاره الكهرباء، وهناك اسباب كثيره ادت الى ارتفاع سعر الامبير، لكن هناك مشكله صارت فجوه ما بين اصحاب المولدات والاهالي، والناس تشتكي بشكل كبير على اصحاب المولدات. احنا عندنا سؤالنا على تليجرام هو ما هي الاسباب وراء ارتفاع سعر الامبير طبعا الخاص بالمولدات الاهليه؟ خلينا نشوف كل مدينه كل منطقة لها أسباب خاصة بالموضوع، أكو ناس خاصة بالمولد الأهلية نفسها، أكو ناس لا خاصة بمجلس المحافظة، أكو مشكلة بينها وبين أصحاب المولدات، هناك مشاكل كثيرة. يا ريت إحنا نوصل وياكم من خلال أجوبتكم إلى حل، عسى ولعل وزارة الكهرباء تتعاون مع أصحاب المولدات، أهل المولدات أيضا يتعاونون. إحنا في فصل الصيف امتحانات آخر السنة بالنسبة لطلابنا، نهاية السنة، وأيضا لا ننسى أنه إحنا يعني ما بقى يعني غير أيام قليلة لرمضان كلها تجتمع، لازم هناك آلية جديدة في موضوع الكهرباء وموضوع المولدات الأهلية. نروح إلى بغداد، وهو كان هو محور سؤالنا حول موضوع الأمبيرات والمولدات الأهلية. نروح نشوف شو الناس شنو حكت عن هذه المشكلة ونرجع. شلون هم أهل المولدات وياك؟ والله بالنسبة أهل المولدات يعني بكل مكان، مو مكان واحد، ولو هو كل من وأخلاقه. حقيقة هم فد ناس يعني دي يستغلون الوضعية، ويعني وهاي من جانبهم اذا كهرباء ماكو، واذا اجت الكهرباء كانما حزين يكون عندهم، بس هم دا يلخفون بينا ببلاش ببلاش، هيك احنا متاذين، ويعني حتى هم بعض الاحيان يقطعون الواير ويجون ويجي واحد يصلحه، هو يدي صاحبه يصلحه او ياخذ هم فد 15000 دينار، وهاي على رنا يطلع تصليح الواير اغلى من الامبيرات. والله المولدات بين بين، يعني تيجي شهر اوكي، ويجي شهر لا والله يقوم يسحب بظهره سحب. شلون يعني يسحب بظهره؟ يعني غاز ماكو، المولده عاطله، روتشن ابوه يطفيها على مود اللي يوفر كم قلن غاز. زين ادري قلن غاز شو يسوي بيه؟ شغبه شو يسوي بيه؟ لا يبيعه. شلون؟ مو راح تصير ازمه؟ يعني انت جايك صيف؟ ايه؟ اكيد راح تصير ازمه. يستفاد منه. بوقت الشتاء هم تقريبا تمشي المولدات عاديه، بس من يجي اوقات الصيف يطلعون حجتهم انهم ما نستلم غاز، ياخذون يعلون سعر الامبير، يعني ما يستلمون المبلغ اللي هم محددين يعني المجلس البلدي او هذا، قسم ياخذون على 10، قسم ياخذون على 15، مزاجيه. واحد يقول لك انا اسوي ذهبي، تسبع تاخذ يعني تسحب تسحب ما تسحب، انا على 25 اسوي الذهبي. يعني يجبرك على الخط الذهبي، يجبرك على الخط الذهبي بانه الا 25 تدفع له. اما اذا انت تاخذ ايش قد هسه انت ساحب اذا على الخط الذهبي ايش قد يصير عليك؟ الخط هو الخط الذهبي حسبه ب 25، والعادي هسه حاليا هسه ب 10000. رغم التحسن الكبير والملحوظ والاخير في زياده ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء، إلا أنه أصحاب المولدات الأهلية وللأسف بقوا مستمرين على وضعية بالنسبة لناحية التشغيل والإطفاء وناحية المبالغ المالية اللي يتقاضوها من المواطنين. المولدات يعني حقيقة غير يعني هالأيام وصلت إلى سعر الأمبير 32000 دينار، يعني مدى أفتهم وزارة الكهرباء يعني ما، وهاي القطوعات المستمرة أثرت علينا حيل أثرت على الواقع، وهسه المولدات بدأوا يعني ينتقمون من المواطن، يعني للأسف للأسف الشديد. يعني أنا المولدات يقولون إحنا ماذا ناخذ غاز، لو ناخذ غاز ننزل سعر الأمبير. والله هاي ما أعرف مجلس المحافظة ويا ما أعرف الموضوع، بس هو يعني إحنا يعني شنو يعني الكهرباء ما تنحل مشكلتها؟ انت بيش تبيع الامبير؟ حاليا الاعتياد بسبعه. بسبعه؟ أيوة. اللي هو من 12 ل 12. من 12 ل 12، والدايرك ب 12.
هذا اللي هو الذهبي، الخط الذهبي. طيب زين، انت تبيع بسبعه، انت ايش قد تستلم غاز بالشهر؟ حاليا لا ما استلم، كله تجاري، موقفين الحصه مالتي مال مجلس المحافظه. شنو السبب؟ حسب قولهم يقول ايش اسمها مخالفات عليك. يعني شنو، احد مشتكي عليك؟ والله ما اعرفه، بس ما اعطوني النتيجه. شو يقولوا لك يعني هسه من تروح المحافظه، من تروح المجلس البلدي، شو يقولوا لك؟ يقولوا عليك مجلس بلدي لا، يجهز الكتاب. أيه. بس التوقف من لكن مجلس محافظه. شو يقولوا لك؟ يقولوا عليك مخالفات، يا بشيل هم شكوى فشي هاي، ما يعطوني نتيجه عليها. زين، غير انت لما مذنب بموضوع، غير يقولوا لك شنو ذنبك حتى تصلحه؟ ما يعطون لك هيك. شلون وبالتالي وين توصل وياهم؟ هسه انت ايش قد صار لك؟ صار لي 8 اشهر ما مستلم انا حصه غاز. 8 اشهر وهسه احنا بابواب الصيف. اي استلم كله، اشتري كله تجاري. ايش قد صار عندك مولده؟ فترة؟ يعني من 2009. من 2009؟ نعم. زين، انت من 2009 تاخذ غاز؟ اي بالفترة الأولى يعني روجت معاملة، خلال شهر تقريبا انجزت المعاملة واستلمت الدفتر وباشرت بالحصة، كل شهر استلم حصة. كل شهر تستلم؟ أهل المولدات يقولون إحنا ما ينطونا غاز. زين، أنت أبو مولدة. نعم. ليش أنت ينطوك غيرك ما ينطوه؟ اللي أنا ينطوني لأن أنا عندي حصة وملتزم بالتسعيرة وملتزم يعني بقوانين مجلس محافظة بغداد. نعم. على ضوء هذا الشيء ينطوني حصة. نعم. فاللي ما يلتزم بالتسعيرة، ما يلتزم بالتشغيل، هذا يوقفون عليه الحصة. نعم. أوتوماتيكياً شركة توزيع منتوجات النفطية يوقفون عليه الحصة النفطية. شلون يعرفون؟ والله عن طريق الناس يشتكون. شفنا الآراء مختلفة حول هذا الموضوع، وهي تبقى المشكلة الرئيسية في وزارة الكهرباء. لو كانت موفرة الكهرباء 24 ساعة مثل ما هي وعدت الناس لكان ما وصلنا لهذه المشكلة. حتى قبل ما توعد الناس كانت الأمور ماشية، متفقين أهل المولدات مع الأهالي على تسعيرة موحدة وعلى نظام واحد، لكن بعد أنه هي فرضت وزارة الكهرباء أو أنطت قرارات أو أنطت أحلام للناس ووعدتهم أن هي أكو كهرباء راح تكون على مدى 24 ساعة، صار أكو هناك خلل بالموضوع. وهي أصلاً يعني وعدت الناس أنه تركوا المولدات الأهلية، سحبوا خطوطكم، وأصحاب المولدات أصلاً قالت لهم بيعوا المولدات كخردة، يعني إحنا بعد ما نحتاجها. لكن من رجعت الكهرباء إلى وضعها الطبيعي صار هنا إشكالية. بعض أصحاب المولدات استغلوا هذه الفرصة أنه خلص اعتمدوا علينا وابقوا ويانا ووزارة الكهرباء ما وفت بوعدها، وبعض أصحاب المولدات لا، رجعت يمكن على خططها أو نظامها السابق، وبالتالي هو الضحية الوحيد هو المواطن في كل هذه طبعا المشكلة وبهذه الدائرة. احنا نتمنى يكون هناك تعاون ما بين وزارة الكهرباء وما بين مجلس المحافظة وما بين المولدات الأهلية وأصحاب المولدات وبين المواطن. الكل مقصر، الكل يدعي أنه هو عنده الحق، لكن هو الحقيقة لو نشوفه هو الكل مقصر في هذا الموضوع. كثير من الآراء طبعا وصلت حول هذه القضية على التليجرام، وأيضا هي يعني اللي افتهمنا أنه هي أسباب كثيرة مو سبب واحد، لكن تبقى هي أنه وزارة الكهرباء المفروض يكون هناك تعاون كبير من قبلها، لأن هي الرئيسة، هي المسؤولة بشكل كامل عن يعني لتوفير الكهرباء للناس كما وعدتهم ب الأشهر الماضية. طيب نشوف مثلا واحدة من الرسائل، طبعا ارتفاع أسعار أمبير المولدة في العراق أصبح بكيف صاحب المولد من سعر الأمبير وساعات التشغيل في ظل ظروف غياب الرقابة من قبل الحكومة المحلية ووزارة النفط والكهرباء. هذه معاناة تضاف إلى هموم الشعب العراقي، والمتضرر طبعا هو المواطن. نروح نشوف رسالة أخرى، يعني يقول الخلل بالمواطن ما يحافظ على الكهرباء، لو تصير بفلوس يقتصدون بها. هذا أيضا موضوع مهم، لكن هي أصلا يعني الناس مفرة أو مقتصدة هي من قاعها، يعني الكهرباء يعني للأسف أنه هي غير متوفرة، وإحنا نحتاج أنه وزارة الكهرباء تنطيها على الأقل مو 24 ساعة، خلينا نقول 20 ساعة. ليش أكو بعض المدن العراقية يعني تتمتع ب 24 ساعة؟ طيب نشوف أنه الخلل مثل ما قلنا بالمواطن ما يحافظ على الكهرباء، لو تصير بفلوس يقتصدون بها أكثر، بس لأن أسعار الحكومة مناسبة لهذا يبذرون ويشغلون كل شيء بالبيت. طبعا تبقى عندنا مشكلة الكهرباء نعاني منها، الحل بيد المواطن، يحتاج توعية للمواطن. يعني احنا اكيد المواطن يحتاج الى توعية،
فعلا انه احنا ناس ما نقتصد طبعا مو بس بالكهرباء في كل شيء، بس لكن انا اعتقد انه هناك مشكله، ووزاره الكهرباء هي تعترف انه هناك مشكله في موضوع عدم اتفاقها مع وزاره النفط بتزويدها بالوقود، فلذلك هناك يعني مشكله. اهل المولدات جشعين وما يخافون الله، نطالب الحكومه باما تحسين الكهرباء او تجهيز ماده الغاز لاصحاب المولدات، وان الرقابه على اصحاب المولدات. يا حكومه ترى الناس تعبت وشهر رمضان على الابواب، يعني هو هذا احنا ما مطالبين تكون هناك رقابه من قبل مجلس المحافظه مو بس وزاره الكهرباء، يكون هناك مراقبه دوريه ودائمية لأصحاب المولدات وتتفق وياهم. ثم العقوبة مثل ما احنا سمعناها بالاستطلاع انه اللي يخالف القوانين يحرمون من عنده مادة الغاز، وبالتالي راح يضطر هو يشتريها من السوق السوداء، وراح يضطر هو ايضا صاحب المولدة يرفع سعر الامبير على المواطن. واحنا قلنا في هذه المشكلة كلها المواطن يبقى الضحية، تعاقبونا ما تعاقبونا بطرق مفروض واحد يعاقب بطريقة صحيحة بشيء ما يضر المواطن، احنا حاليا نرجع مرة ثانية والضحية هو يبقى المواطن. موضوع كبير لكن هو حل سهل، التعاون بين الجميع ومراقبة كل وزارة كل دائرة تراقب من هو أدنى منها. وزارة الكهرباء تراقب مفروض موضوع توزيع، طبعا هذا فيما يخص وزارة النفط توزيع الغاز، وأيضا أصحاب المولدات الأهلية، ونتمنى من الناس أنه تتعاون أيضا في موضوع ترشيد الطاقة الكهربائية.